مساء الفل والهنا والسعاده والتفاؤل والحب، مساء كل حاجه حلوه عليكم. وحشتوني. رجعت لكم تاني في برنامج عايشه بسعاده مع ضيف جديد، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده ربنا يشيل الهم عن العالم كله وعن مصر ونرجع زي الاول. النهارده هرحب بضيفي دكتور عمرو مسعد، اخصائي علاج السمنه التغذيه وعلاج السمنه والنحافه. بالظبط، اهلا بيك وسهلا بحضرتك. وانا مبسوط النهارده جدا يعني مع اعلاميه ومذيعه يعني شاطره زي كده. اهلا بحضرتك يا مبسوط فندم، يعني باسره تعيشها بسعاده وبرنامج جميل، وان شاء الله يعني تبقوا احسن واحسن يا رب. يا رب يا دكتور، يا ان رب. شاء الله. النهارده يا دكتور، طبعا انت عارف الازمه اللي احنا بنمر فيها والعالم كله بيمر بيها والبلد، ازمه الكورونا بالظبط عامله يعني مسببه رعب جامد جدا للناس. هي الناس خايفه وكل حاجه، والخوف يعني واجب، بس الخوف زياده قوي، ومن اضرار الخوف المناعه. فانا بقول للناس يعني خاف، بس ما تخافش للدرجه دي، لان درجه ان مناعتك تقع بسبب خوفك. خاف وخد الحذر. يعني ايه خد الحذر؟ يعني الكمامات، الحاجات اللي وزاره الصحه بتاعتنا قالت عليها نمشي عليها مظبوط، دي اهم حاجه. بس ما تخافش زياده عن اللزوم، ما يبقاش عندك وسواس قهري، ما تبقاش قاعد كل حاجه مرعوب منها، ما ينفعش. يعني من ضمن الحاجات انا بشوف ناس حاطه الكمامه وماشيه، حاجه جميله قوي، بس انت مسكت كل حاجه بايدك وبعدين تروح حاط ايدك على وشك، ما ينفعش. يعني دي من ابسط الحاجات. ما انت ماسك في كل حاجه طول النهار، اهم حاجه تغسل ايدك. بالضبط. يعني مش خوف 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 خوف، وفي نفس الوقت كتر الخوف فانت ماشي تخبط في كل حاجه. غسيل الايدين، التلامس، ما نقعدش نسلم على بعض ونبوس بعض ونحضن بعض. لو في ناس كمان يا دكتور بتستعمل الكمامه غلط فبتسبب كمان مشاكل، دي مشكله جامده جدا. العدوى من مكان ان لمكان. استخدم الكمامه وارميها جنبي. ايوه بالظبط. واني استخدم الكمامه واحطها تحت زي ما انا بشوف كل الناس، وهي اساسا خدت التلوث كله وبعدين رجعتها تاني، اروح لاففها، شفت الناس عاملينها كده وراح حاططها في جيبه وراح مطلعها. طب انت على قد خوفك ده كله، بس انت ما عملتش الاحتياطات صح. لو عملت الاحتياطات صح مش محتاج تخاف للدرجه دي. فالمناعه هنا هي الخط الاولاني عشان تقاوم كورونا او اي فيروس داخل لك جسمك. فاحنا عايزين نتكلم على قصه المناعه، وايه المناعه هتعمل معايا، ايه يعني ايه قصه المناعه دي. ما هو مش كل حاجه اخد لها يعني اقعد اخد في علاجات واعمل واعمل واعمل، زي ما احنا شايفين كده الدنيا بقت كلها امراض وعلاجات. هي فعلا يا دكتور، هي الكورونا مش مدمره للدرجه دي؟ لا، هي مدمره لو ما خدتش احتياطاتي. بالظبط. بس لو خدت احتياطاتي امشي وتعامل وعيش حياتك وعيش مظبوط، لكن بلاش الوسواس القهري اللي بقينا فيه. انت بقيت تخاف تسلم على واحد، بس في نفس الوقت انت ما بتغسلش ايدك وتحطها على وشك، فانت مع يعني انت ما سلمتش على واحد، بس انت لمست كل حاجه وحطيت ايدك على وشك. فده ما ينفعش. الكمامات، التلامس، النظافه الشخصيه، كل الحاجات دي لازم تتعمل. وفي نفس الوقت اهدي الموضوع وبلاش الخوف ويبقى عندي وسواس قهري واحس ان انا بتعدي من الجماد اللي جنبي. لا طبعا، لازم نهدى شويه، لان جهاز المناعه هنا هو اول حاجه، وعندنا كرات الدم البيضاء بتتاثر بحته الخوف والعصبيه والتوتر بشكل كبير جدا، فلازم ناخد بالنا من الحته دي بشكل كويس قوي. معنا تليفون من دكتور محمود سامي. طبعا حضرتك هو كان شاغل الدكتور طبعا شاغل الاعلام، والله يكون في عونه وربنا ربنا يشفيه. ان شاء طبعا الله طبعا يعفو طبعا عنه. طبعا ربنا يشفيه، دكتور يعني جميل وتعب كتير، وبصراحه تضحيه كانت جامده منه. مفيش حاجه هتكفيه حقه بصراحه باللي عمله، وسبحان يعني ان شاء الله ربنا يشفيه يعني يا رب. الو 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 الو، انقطع الاتصال. هيتصل بيه تاني. هيتصل بيه تاني. تمام. حضرتك النظام الغذائي هل هو مرتبط انه نقوي المناعه بنظام غذائي معين؟ زي ما قلنا المناعه متوقفه على عوامل كتير، اولها الحاله النفسيه، واحنا قلنا الحاله النفسيه بتاثر على جهاز المناعه وعلى كرات الدم البيضاء وعددها وعلى سيستم جسمك كله. احنا حتى نشوف حد كده مثلا حصل له حاله وفاه، مثلا حد قريب ليه توفى، تاني يوم تلاقي عنده واقف في العزاء عنده برد بيرشح، مع ان احنا كنا في الصيف. طب ايه اللي حصل؟ مناعته اتأثرت، وما اتأثرت ابتدى يتعب، فدي أهم حاجة. طيب تاني حاجة إيه؟ التغذية. التغذية بتاعتنا لو مش مظبوطة. الدكتور رجع لنا تاني، أسف أنا قطعت. طيب. كلامك. ماشي. ألو؟ ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم يا دكتور. أهلا وسهلا. إحنا إزي حضرتك؟ إزي الصحة؟
الحمد لله، نطمئن على صحة حضرتك يا دكتور محمود. الحمد لله أنا بخير، الحمد لله تمام والله تمام. ايه اخبار حضرتك دلوقتي؟ كويس الحمد لله، أنا باخد علاجات وكويس إن شاء الله يعني. في تحسن يعني الحمد لله؟ وطبعا تحسن طفيف بسيط يعني، ولكن لازم شوية صبر وكده. اه ان شاء الله يا دكتور، حضرتك احنا مهما نقول مش هنوفي حق حضرتك. الله ألف سلامة عليك يا دكتور. معنا دكتور عمرو مسعد بيتكلم مع أهلا وسهلا حضرتك. دكتور عمرو. أهلا وسهلا، إزيك يا دكتور؟ الله يسلمك يا ألف دكتور سلامة عمرو، الله عليك. يخليك، الله يخليك يا فندم. يعني مفيش حاجة هتوفيك حقك والله في اللي عملته، ويعني يعني بجد ربنا يشفيك، وإن شاء الله يعني ربنا يشفيك في أقرب فرصة. أنت بطل من الحمد أبطالنا لله يعني. الحمد لله الحمد لله بجد يا دكتور، احنا مش عارفين نقول كلام يوفي حقك. هو ده واجب ودورنا صحيح يعني، لازم نعمله، لازم على اكمل الوجه ان شاء الله. ربنا يشفيك يا دكتور، وانا بدعي لك وشعب مصر كله بيدعي لك، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يشفيك في اقرب وقت، ويعني ما تحتاجش العملية ولا لأي حاجة. والله هو ده اكثر شيء اسعدني يعني، دعوات الناس كلها. لا الناس كلها حضرتك، معاك والدنيا كلها معاك. حضرتك قمت بعمل عظيم وكل الناس بتشكرك عليه. الحمد لله الحمد لله. طب يا دكتور، ربنا عايزين يكون. ايه اخبار النظر دلوقتي؟ سمعت ان حضرتك هتعمل عملية قريب. لا هو لسه طبعا دي كلها يعني كلام تكهنات او كده، مش حقيقي مش صحيح. اه ولسه لحد دلوقتي احنا ماشيين بالعلاج التحفظي لحد ما نشوف يعني، عملنا فصل البلازما وبناخد جلسات اكسجين تحت ضغط، وفي ادويه كمان بناخدها، ولسه في خطوات، لكن موضوع العمليه ده لسه ما اتحسمش امره. وطبعا يعني لو احتاجنا العلاج الخارج ان شاء الله هنسافر ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، ان شاء الله الله باذن الله. وربنا يشفيك يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور عمرو، واحنا سعيدين بمكالمه حضرتك. عمرك يا استاذ شيرين، وان شاء الله كده باذن حضرتك الله. اعلاميه ناجحه، ميرسي لذوق حضرتك. انا بتابع. حضرتك يعني انا سعيده بمكالمتك ديت، وكلنا بندعي لك من قلبنا الله يخليك الله يكرمك ان شاء الله ترجع زي الاول. وحضرتك يا رب. يعني ضحيت كتير عشان خاطرنا، ومهما قدمنا لك مش هنوفيك حقك. والله وانا طبعا في ناس كتير بتضحي اكتر مني حقيقي، زي يعني زي معظم الاطباء اصدقائنا، والتمريض هيئة التمريض المصرية قايمة بدور كبير جدا جدا، الجند المجهول في المعركة يوم التمريض. ايوه ايوه وطبعا العمال والامن وكل المنظومة الطبية بصراحة، كان الله في عونك. ربنا معاكوا يا رب، وربنا يقومك بألف سلامة، الله وشرفتني يخليك في البرنامج بالاتصال. الله يخليك تحت وإن شاء الله نطمئن على حالة حضرتك بإذن الله، وتبقى كويس إن شاء الله وتشرفنا في حلقة. لا إن شاء الله يشرفنا في حلقة قريب إن شاء الله بإذن الله. ده ينورنا وشرف للبرنامج. اه بجد هيكون شرف كبير قوي يعني. للبرنامج. وربنا يشفيك. الله يخليك يا فندم، والله يخليك يا رب يا رب. مع السلامه. الله يسلمك يا دكتور. طبعا دكتور محمود ده الشخصيات مهما الجميلة نقول عنه ان شاء الله ربنا يشفيه يعني، وياخد مش هنوفي حقه بصراحه. لا ما حدش هيوفي حقه، ده النظر يعني، الحاجه اللي ما فيش زيها يعني. بصراحه بطل. لا هو بطل بطل، واحنا بنشكر كل دكاتره مصر وكل الاستاف اللي شغال في المجال الطبي بصراحه، هم ابطال ومحتاجين ياخدوا حقهم جامد عن كده. ومهما قلنا مش هنكفيهم حقهم، يكفي يعني تعرضهم للخطر كل دقيقه. فهم ابطال بجد يعني، وربنا يشفي ربنا الدكتور يشفي محمود ان شاء يعني. الله ويرجع زي الاول يا رب ان شاء الله. حضرتك عايزين بقى نرجع لسؤالنا، هنتكلم طيب. عن التغذيه. هنرجع لموضوعنا ونتكلم المناعة. بقى على قصه ازاي المناعه وقصتها مع فيروس كورونا. قبل اي حاجه بنتكلم عن التغذيه، احنا هنتكلم ايه اللي نبعد عنه وايه اللي نستخدمه او ناكله. اول حاجه ايه اللي نبعد عنه، يعني دايما لما بنقول في مرض او حاجه معينه او واحد عنده املاح مثلا في الكلى، اول حاجه اقول له قبل ما اقول له العلاج ابعد عن الاملاح، لانك لو خدت علاج وما بعدتش عن يعني ما بعدتش عن الاملاح هيفضل عندك املاح. فانا ابعد عن حاجات بتسبب مشاكل في المناعه. زي ايه؟ اول حاجه السكر، السكريات او الحاجات النشويات. ليه؟ دي كتير بنستعملها غلط. ما هو السكر ده من السموم. ايوه بيبتدي يبهدل الدنيا. بيعمل ايه السكر؟ اما باخد سكر يبتدي يعلي الانسولين. فما الانسولين يعلى يبتدي هنا حاجه اسمها مقاومه الانسولين تعلى، ودي هنتكلم فيها بعد شويه، وهنقول ايه كده باختصار ايه مقاومه الانسولين. بس باختصار برضو في الاول قبل ما نتكلم عن النقطه دي،
لما الانسولين بيعلى بتعلى مقاومه الانسولين، ويبتدي هنا الجسم يزيد فيه الالتهابات. فهنا لما بيزيد الالتهابات بيبتدي جهاز المناعه يبقى متحفز ودايما في حاله تاهب، وفي التهابات زايده في الجسم وفي مشاكل في الشرايين. فهنا من ضمن الحاجات السكر، الدقيق، النشويات، العيش، كل الكلام ده اللي الناس طول النهار اللي بيعدي على الفرن يقول لك انا بشم الريحه اعصابي بتتعب، كل الكلام ده لازم تقل منه وتاخد بحساب حاجات ضئيله خالص. وانا من رايي السكر، بطل السكر. انت عندك الفواكه فيها سكر، عندك بتاخد من الاكل كله نشويات وسكريات اللي تكفي جسمك. بس في الحجر ده، في القعده بتاعت البيت دي، بتاعت البيت طبعا لازم يبقى العيش كده بالظبط كده. أيوة. الناس رايحه بتاكل الليل بالليل العيش كمان الفينو. العشر سندوتشات بالليل. واللي بيقول لك ريحه العيش كويسه، انا اكلت سندوتش اكل واحد تاني. انا بيجي لي في المركز عندي، يعني مش عايز اقول لك، كان الاول كل 10 عيانين او كل 20 عيان يطلع لي واحد عنده سكر، دلوقتي كل 10 يطلع لي واحد اللي ما عندوش. انت متخيل النسبه؟ او كل 20 يطلع لي واحد اللي ما عندوش. فما فيش بيت دلوقتي يخلو من مرض سكر، وده اكبر غلط. يجي يقول لك اصل احنا عايشين في تلوث وعايشين في كذا. قبل التلوث وقبل ما تبص ده كله، انت بتاكل ايه؟ انت بتاكل ايه؟ فطول ما جسمك فيه مقاومه الانسولين عاليه، هتلاقي الالتهابات في جسمك عاليه، هتلاقي الجلطات في جسمك بتزيد، هتلاقي المناعه بتقع. فدي اول نقطه. تاني نقطه اللي انا شايفه في مصر منتشر قوي وبينبهدل الدنيا، ويعني حاجه كانها يعني حتى لسه قايل لابني عليها من كام يوم، السهر. دي مشكله كبيره جدا الصهر. عندنا في كل بيت. وما اكلم واحد على السهر يبص لي كده كان انا ده قديم. ايه ده؟ انت بتنام الساعه 12؟ لو في ناس بتقعد لحد الساعه 3 العصر، لحد 3 العصر بالظبط، بيناموا وبيقوموا دي كارثه. 3 الفجر بيكملوا. دي بتوقع المناعه، توقع الشعر، تبوظ البشره، توقع كل حاجه، توقع حياتك. بس على فكره المشكله في النت كارثه كبيره. النت 24 ساعه، انت اللي بتستخدمه ازاي؟ حضرتك ماسكين الموبايل والاكل جنبينا. انا عندي النت اللي بستخدمه على النت الساعه 12 بالليل، اقدر استخدمه على النت الساعه 10 الصبح. اللي بشوفه على اليوتيوب الساعه 3 بالليل، اقدر اشوفه على اليوتيوب الساعه 2 الصبح. اقدر اشوفه على 12 الصبح. يعني النت معمول اصلا عشان اقدر استخدمه في اي وقت. ده في اطفال مش بتاكل يا دكتور بسبب موضوع النت ده. الطفل ماسك الموبايل والام طبعا مستريحه خالص لكده طول الوقت. الأم هو ماسك نفسهم بيسهروا. ما هي دي المشكله. فبقت العيله كلها بتسهر. فبقى ده لايف ستايل، نمط حياه. فبالتالي يجي واحد من فتره كده جاي بيقول لي انا عندي رعشه وحسيت بايدي في رعشه ورحت مش عارف فين ورحت للدكتور كذا مفيش فايده. اول سؤال سالته قلت له بتسهر؟ قال لي بنام 6 الصبح. قلت له طيب خلاص ما تسهرش وما تجيليش تاني. ما صدقش. لما بالصدفه حصل وما سهرش 3 ايام قال لي رعشه راحت. طيب السهر بيعمل ايه؟ السهر بيعمل ستريس، اجهاد على الجسم، يوم يرفع لي هرمون الكورتيزون. لما هرمون الكورتيزون يعلى، هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم ينزل. يبتدي يحصل لي ارق. اخش في مشاكل مناعيه رهيبه. حضرتك في كمان مشكله ان احنا بناكل، في ناس بتعمل دايت وبتسهر وبتبقى ماشيه على دايت كويس جدا وتقول لك لا انا مش بخس. ده مظبوط. انت كده عايزه تاخدي الحلقه الثانيه نقولها الاول. ها الكورتيزون لما بيعلى نقولها باختصار كده. ما هي مرتبطه على فكره، هي مرتبطه الاكل وعدم الحرق والسهر مرتبطه في نفس الوقت. الكورتيزون لما بيعلى بيعلي معاه السكر، سكر الدم بالظبط. سكر الدم لما بيعلى معاه بيبهدل الدنيا، بيعلي مقاومه الانسولين. طول ما عندي مقاومه الانسولين عاليه وسكر الدم عالي، جسمي بيزيد في الوزن. وبالتبعيه لما قلنا الكورتيزون بيعلى، الميلاتونين بيقل. الميلاتونين ده المسؤول عندي عن نومي والايقاع الحيوي بتاعي والنوم والصحيان والكلام ده كله. فما ده يبتدي يحصل ايه؟ الميلاتونين يقل اسهر، الكورتيزون يزيد، وهكذا دايره مقفوله فازيد في الوزن. بالظبط. يعني كلهم مرتبطين ببعضيهم جدا. السهر جدا. ودي هتتشرح بعد كده، دي تاخد لها حلقه كامله، دي تشرح شرح كبير والناس تفهم ليه السهر بيتخني وليه السهر بيوقع المناعه بشكل كبير قوي. الحاجه اللي بعد كده المواد المهدرجه. السمنه النباتيه والدهون والحاجات اللي انا بحطها في المهدرجه دي بالظبط، او الشيلف برودكتس او المنتجات الرف زي ما بيقولوا، اللي هي السمنات اللي بتبقى متهدرجه او داخل فيها زي ما بيقولوا ذره او جزء الهيدروجين عشان تبقى جامده او ناشفه كده زي ما بنشوفها، وليها طعم وريحه السمنه زي ما بيقولوا. الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بتعلي الكوليسترول وبتبهدل المناعه. هنا طبعا الكوليسترول لما بيعلى، كلنا بنتكلم على الكوليسترول الضار، لان في كوليسترول ضار وكوليسترول نافع.
احنا من مصلحتنا ان الكوليسترول النافع يعلى، وده هنقوله بعد شويه في حاجه في نقطه كده يعني. لكن الكوليسترول الضار لما يعلى يبتدي يعمل لي دهون على الكبد، يسد الشرايين، يخلي يعني يخلي الدماغ حتى الدوره الدمويه فيها مش شغاله حلو، الذاكره تضعف، كل ده المناعه تقل. فكل ده من الحاجات المهدرجه والدهون الزياده في الاكل، فدي من ضمن الحاجات اللي بنبطلها عشان المناعه. تاني حاجه المضادات الحيويه بقى، دي مشكله جامده جدا، عمالة على بطال الناس عمالة تاخد مضاد حيوي. ايه ده عندك برد؟ روح خد مضاد حيوي. دي حقيقي فعلا. ولا اقول لك طب روح خد مضاد حيوي، مضاد حيوي عشان تخف بسرعه. يعني دي انا بسمعها من الناس، يعني ايه اخف بسرعه؟ فيروس الانفلونزا لازم ياخد دورته في الجسم. اي فيروس انفلونزا لازم ياخد الدوره بتاعته في الجسم وهينتهي. الحاجات اللي احنا بناخدها الفيروس، اي فيروس انفلونزا او اي دور برد، هي ما هي اللي بتضيع الاعراض الخارجيه. لكن مش هتضيع لي الفيروس. ومش هتعجل لي ان اخف بسرعه، هي بترفع الرشح، بتعمل ده كله، لكن كتر المضادات الحيويه دي هو اللي عمل لنا امراض جديده، وهو اللي بهدل المناعه بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. فعلا اخطر حاجه ان انا اخد مضاد حيوي واعمله على بطال. بالعكس بره في اوروبا ما فيش الكلام ده خالص، بيدوا خوافض حراره وكلام من ده والدنيا بتبقى مازال فل، والناس مناعتها بتزيد على الموضوع ده. ان انا اقعد فتره ما اخدش مضادات حيويه جسمي بيتحسن مناعيا. هي في حاجه كمان يا دكتور، في ناس فاهمه غلط، المضاد الحيوي بيبقى ليه وقت معين، لو دخل الجسم لازم نقعد فتره ما ناخدش المضاد الحيوي او نغير نفس النوع اللي كنا بناخده. بالظبط بالظبط. وفي ناس بقى ان هي بتبتدي الاسبوع ده اخذت مضاد حيوي ومر عليها اسبوع وبتروح جالها دور برد، تعبت، بتاخد نفس المضاد الحيوي التاني. بالزبط. فبيكون الجسم خد منه مناعه. خلاص ما عرف شكل الميكروب وعرف ده ايه، فالمناعه بقت خلاص ما ينفعش، فانت عملت دروب في المناعه بتاعتك، انت بهدلتها. فبعد كده بتاخد المضاد الحيوي ده ما بقاش معاك حاجه خلاص. فانت كده وقعت المناعه، وكمان بقى المضاد الحيوي ده مش نافع معاك بعد كده. طيب النقطه اللي بعد كده، مضادات الالتهابات. مسكنات، مضادات الالتهابات، اصلا انا عظمي وجعني. ايوه. طب روح للدكتور شوف عظمك وجعك ايه. لا بياخدوا مسكنات. ياخد مضادات التهابات ومسكنات. مسكنات. دي بتعمل ايه بقى؟ بتضرب له كل حاجه. اولا بتبوظ حموضه الدم، الحموضه وقلويه الدم، بتعلي حموضه الدم. تاني حاجه بتضرب له الكلى، بتبوظها له. الكبد عمال ينقي في الحاجات دي، مش عارف مضادات، يعني مضادات التهاب ومسكنات كتير. وبالذات الكلى، الكلى لما بيحصل فيها خلل بتبوظ لي الجسم كله. واكتر حاجه بتوقع المناعه لما الكلى يحصل فيها مشكله. طبعا كل الناس عماله تاخد سواء مضادات التهاب او مضادات حيويه، عماله تاخد يعني بتتعب الكلى، فالكلى تبتدي توقع جهاز المناعه بشكل جامد، لان الكلى مسؤول عن بوتاسيوم وصوديوم ومغنيسيوم ومسؤول عن حاجات كتير قوي قوي. فانت لما بتضرب الكلى انت بتضرب كل حاجه في الجسم، فبتوقع المناعه. دي من اهم النقط، مضادات الالتهابات دي. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي هتزعل الناس مني، الكافيين. دي القهوه. القهوه ماشي، ما قلناش حاجه بناخد كوبايه او اتنين ماكسيموم في حاله ان ابقى سليم. يعني قصه القهوه دي لما ابقى سليم اخد كوبايه او اتنين. طبعا الناس دلوقتي هتبص لي ايه ما ابقى سليم، انا سليم؟ ما يقول لي انا سليم هو بالعافيه كده. لا طبعا، هي القصه كلها انا دلوقتي لو عندي ضغط مش هينفعش اشرب قهوه، طبعا نص البلد عندها ضغط وهتبص لي ويقول طب هشرب قهوه وباخد العلاج. بالظبط كده صح. طب ما انت ممكن لما تبطل القهوه بدل ما بتاخد قرصين بتاخد قرص، يعني علاجك يبقى مظبوط ويقل. هم معتقدين ان القهوه علاج للقلب، علاج الجسم، بتحميك من حاجات كتير، من امراض الكانسر. طب لو القهوه بتحميني من كل ده، البلد كلها عندها الامراض دي ليه؟ فاحنا بنقول ناخد حضرتك بوستات كتير على النت بتنزل بالشكل ده. ما هو النت بينزل والناس بتصدقها، الناس بتنزل عليها بوستات كتير. دايما خد المعلومه بتاعتك من صفحه فيها دكتور اعرف اناقشه، اعرف اكلمه، اعرف ابعت له سؤال فيجاوبني. زي ما احنا بننزل كده بيجي لي اسئله في كذا، ما في ناس بتعترض كتير على بوستات بنزلها في الفيس او حاجه، برد عليها كذا كذا. انا عارفه ان حضرتك عامل كتاب. انا عامل كتاب اسمه اوكسي دايت، هو هنتكلم فيه بعد شويه، وهنتكلم فيه عن قصه التخسيس والكلام ده لما نجيلها، وهنفصصه شويه للناس كده ونفهم الناس الكتاب ده بيتكلم عن ايه وايه علاقته بالتخسيس وايه فكره الجديد في ان وايه يعني ايه اللي بيخسسني وايه سبب ان انا ما بخسش اصلا. ايوه بالظبط. هنتكلم فيها ان شاء الله بعد. نقطه جامده جدا وناس كتير بتسال عليها، هي نقطه بتشغل الدنيا كلها. بتشغل الدنيا كلها، حته ان ليه ما بخسش او الحرق عندي مش شغال، مع انها بتبقى ماشيه على دايت مظبوط. بالظبط بالظبط. ده سؤال بيجي لي 24 ساعه. اه طيب هنقول بعد شويه
هنشوف بقية الحاجة اللي احنا بنقولها. نرجع تاني للكافيين. الكافيين هنا مشكلته انه مع ناس كتير لو زودناه غلط. ليه بقى؟ طبعا انا قلت كوباية او اتنين للشخص السليم في اليوم، يعني الشخص اللي عنده ضغط، عنده مشاكل في القلب، اي مشاكل تانية، عنده مشاكل عصبية وبياخد دواء اعصاب، بلاش الكافيين. ده جزء. الجزء التاني، لو زودت في جرعات الكافيين بيزود لي ضربات القلب وبيرفع لي الضغط. ضربات القلب لما بتزيد، ودي دلوقتي بلاحظها عند شباب، الاقي لي ضربات قلبه جايه 130 و120 في الراحه وهو قاعد، دي من الحاجات اللي بتوقع المناعه جدا جدا جدا. طب ليه بتوقع المناعه؟ لان ضربات القلب بتزيد او الضغط بيعلى، التنفس بيتغير، فنسبه الاكسجين اللي داخله لي بتتغير، فبالتالي موال الجسم كله بيتغير. نسبه الاكسجين اللي داخله لي الجسم دي لو اتغيرت كل حاجه بتتغير. فضربات القلب لما بتزيد بتبتدي انا بنهج وانا قاعد، انا ما بتحركش، ايوه انا ما بجريش، بس ضربات القلب زايده، الموتور شغال وانا ما بتحركش. ده امال بقى لما اجي طالع سلم، وفي ناس سامعاني وفاهمه اللي انا بقوله وبيحصل لها، تلاقيه يجي يطلع سلم وعنده 25 او 30 سنه، يجي طالع السلم يلاقي نفسه بينهج، يفتكر عنده مشكله في الصدر، ده عنده حساسيه صدر. لا، ده ضربات قلبه زايده. ليه؟ بياخد قهوه، القهوة عمال على بطال عمال على بطال. فأنا أبطل قهوة، دي من الحاجات اللي تحسن المناعة. عشان في ناس بتقول لي ده كوباية قهوة تحسن مناعتي. أيوه بالظبط، بيقول كوباية في اليوم. هو ربنا مش خالق حاجة ملهاش فايدة، بس بالمعقول. ما أنا لو كلت طماطم كتير هيجي لي أملاح. فآخد الحاجة الصح. يبقى القهوة كوباية أو اتنين في اليوم للشخص السليم. طيب الشخص اللي مش سليم بلاش قهوة خالص. طيب لو أنا سليم ما زودش عن كوبايتين في اليوم، لو زودت هيعمل مشكلة في المناعة معايا. طيب النقطة اللي بعد كده، هنتكلم على الأغذية اللي بتعمل أو الحاجات اللي من ضمن الحاجات اللي بتوقع المناعة، الفود انتولرانس. يعني إيه فود انتولرانس؟ يعني تحسس الغذاء. تحسس الغذاء اللي هو أنا مش هيجي لي حساسية ظاهرة في جسمي، يعني مش هيجي لي هرش، مش هيجي لي بقع، لأ. حسيت هنا أو الجسم هنا بيرفض مادة معينة زي الجلوتين كده اللي بتبقى موجودة في القمح، فبيعمل لي مشاكل في الهضم. اي مشاكل تحصل لي في الهضم، مفيش هضم كويس، اي مشاكل تحصل لي في الهضم يبقى معناها جهاز المناعه ابتدى بيدافع وفي مشاكل. فكل الاغذيه او الحاجات اللي تحتوي على الجلوتين لازم نبعد عنها. فالاشخاص اللي عندها حساسيه الجلوتين او اللي هي بتيجي من القمح، دول لازم ياخدوا حاجات جلوتين فري او خاليه من الجلوتين. وفي ناس عندها يعني تحسس غذائي، وانا بسميه تحسس مش حساسيه، او هو نوع من انواع الحساسيه، بس هي بتبقى ظاهره بره يعني. يعني بتحس بيها اول اعراض ان انت بتاكل الحاجه دي، عندك دربكه في المعده، المود بيتغير، تركيزك بعديها بيتغير، انت مش مظبوط. ودي بتحصل لناس كتير في اكلات كتير. بيبقى عندك من الاكله دي تحسس غذائي اللي هو فود انتولرانس. ممكن يكون عندي من العيش، ده يبقى القمح، ممكن يكون عندي من الطماطم. بالظبط كده. ممكن يكون عندي من الموز. بس هو عشان يعرف يا دكتور لازم دكتور. لازم دكتور. لازم دكتور، لازم يمشي على الحاجه ديت طبعًا. فتره معينه، اقل حاجه اسبوع. والدكتور اللي هيقول له، سواء هيفهم بالتحليل او هيفهم بالتشخيص او هيفهم، يعني الدكتور اللي هيقول له ده ايه وهياكد له الموضوع ده. يعني يمكن معلومه عندي، انا عارفه ان لما بيكون في حساسيه من نوع معين بيتعب المعده، لازم بنمشي عليه فتره معينه مش اقل من اسبوع عشان نعرف اذا كان هو الحاجه ديت هي اللي بتكون السبب. هو دلوقتي في تحاليل مخصوص للفود انتولرانس منتشره في معامل كتير، ويعني بتاكد الموضوع وليها طريقه، ويعني ليها 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 تحاليل كويسه دلوقتي، وبتخلي التشخيص اكيد 100%. بس الاهم من ده كله ان انا اعرف ده ايه عن طريق الدكتور واشوفه، لان هو من الحاجات الجامده جدا اللي بتخلي الجسم بيزيد في الوزن والمناعه بتقل، الفود انتولرانس او التحسس الغذائي ده. وده برضو محتاج حلقتين عشان نتكلم فيه، موضوع حلو قوي قوي وموضوع شيق وجديد، وبيعرفنا تلات ارباع مشاكل في الدنيا حاصله بسبب ايه. طيب النقطه اللي بعد كده، الكورتيزول، اللي هي حقن الكورتيزون وقرص الكورتيزون. الناس بتاخدها وقت ما بيحصل لي التهاب. طبعا احنا ما بنتكلمش عن الناس اللي عندها حساسيه صدر او بياخد بخاخه او بياخد، لا انا بتكلم عن الناس اللي بياخد كورتيزون عمال على البطال، جاله دور برد راح واخد شويه كورتيزون، جاله مش عارف ايه ياخد حقنه كورتيزون عشان عظمه وجعه. الكورتيزون من الحاجات زي ما قلنا من شويه، هو بيعلي السكر اوتوماتيك، وهو هرمون الكورتيزون بينزل المناعه. وهو يعني هو بيتاخد تحت اشراف الدكتور بتاعك لظروف معينه، غير كده انت ما تجيش جنبه، لانه بيوقع المناعه لظروف. لكن طالما الدكتور كاتبه لك لظروف معينه فهو ده الصح. بس برضه مش هيستخدمه لفترات طويله الدكتور اللي يقول له، لو الدكتور اللي كاتبه له، لان في حالات
الدكتور بيضطر يكتبه ويكتبه الحاجات خاصه بالظبط. ومفيش غيره بديل، لكن غير كده لا. ده من ضمن الاسباب الاساسيه الناس اللي بتاخدها عماله على بطال بتوقع المناعه. طيب كده احنا قلنا الحاجات اللي المفروض نبعد عنها اللي بتوقع المناعه، اللي تخلي فيروس كورونا او اي فيروس او اي ميكروب ياثر فيا. في الحاجات التانيه بقى، ايه الحاجات اللي تزود لنا المناعه؟ اول حاجه الفيتامينز. الفيتامينات مهمه يعني على طول، او مهمه وفي نفس الوقت مش عمال على بطال. يعني جه حد قال لي هي الفيتامينات تعلي مناعتي، قلت له تعلي مناعتك في حاله لو عندك نقص في الفيتامين. ما انا لو ما عنديش نقص فيتامين هي هتفيدني في ايه؟ احنا ممكن نستبدلها بفواكه كتير. ما احنا دلوقتي باكل فواكه وما عنديش ديفيشنسي او نقص في فيتامين معين، فما اخد الفيتامين ده وهو مش ناقص عندي هل هيفيدني؟ لا طبعا ملوش اي دي نقص. دي الفكره. يعني الاقي ناس تقول لي انا باخد مش عارف كذا دواء كذا، مش هقول عشان ما يبقاش اعلان يعني. باخد دواء كذا، في دواء في السوق دلوقتي مشهور ومالتي فيتامين كده، عارفه كل مصر بتاخده وكل مصر عندها مشاكل صحيه. ف متخيلينه بيقوي المناعه. متخيل ما هو انا امتى مناعتي تقوى او امتى الفيتامين يفيدني؟ لما يبقى عندي نقص فيه، يعني عندي نقص مثلا في كذا هيفيدني. طيب احنا عندنا نوعين، في انواع فيتامينات بتدوب في الميه وفي انواع بتدوب في الدهون، ولازم الناس تفهم الحته دي. انواع الفيتامينات اللي بتدوب في الميه زي فيتامين سي، لو خدته بكثره شويه هو هينزل في اليورين والبول فمش هيضرني. لكن انواع الفيتامينات الثانيه زي فيتامين د، فيتامين اي، لو خدته بكثره بجرعات كبيره يعمل لي مشاكل صحيه جامده جدا جدا جدا، ومشاكل في الجهاز العصبي ومشاكل كتير. فانا دلوقتي اما اخد المقصود من الموضوع، لما اخد فيتامين لازم اروح لدكتور التغذيه او الدكتور بتاعي عشان هو اللي يكتب لي فيتامين، عشان هو اللي شاف الاعراض عندي انا عندي نقص في ايه، فيقوم ده هو اللي كان عامل لي مشكله في المناعه. لكن ما اجيش بقى اخد يعني فيتامينات بقى عمال على بطال كده، لا غلط، لان انا ما عنديش نقص في حاجه. يعني انا طالما ما عنديش نقص في فيتامين هاخده ليه؟ مش هيفيدني في ايه؟ ما هو موجود سليم. طيب ايه الفيتامينات اللي تفيدني في يعني حتى لو كترت منها شويه؟ الفيتامينات اللي بتدوب في الميه زي ما قلنا، فيتامين سي، فيتامين بي 12 اللي هي فيتامين بي المركب، او فيتامين سي. الفيتامين سي عموما للبرد احنا عارفين انه حلو، والفيروسات حاجه ممتازه. طيب عندك في الليمون، في البرتقال. الفيتامين سي حلو جدا وموجود، اعلى حاجه في الفلفل الرومي. اسف، في الجوافه، اعلى حاجه في الجوافه. رقم 2 بعديها في الفلفل الرومي، رقم 3 بقى في الليمون والموالح. يعني هو برتقان. اقوى، والبرتقال يبقى هو اقوى نسبه فيه موجوده في الجوافه. فعندك الجوافه فيها فيتامين سي، ناكلها من غير بذر عشان القولون والمعده والتعب. الفلفل الرومي كبير، رقم 2 بعديها في قوه فيتامين سي. بعد كده الموالح والليمون والكلام ده كله فيتامين سي، فمن الحاجات دي غنيه بفيتامين سي جدا، او في الصيدليه تاخده لو انت مش متاح قدامك حته، بس طبعا لو مصدر طبيعي افضل. طب بالنسبه للرياضيين يا دكتور، مالهم ازاي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي يحافظوا على نفسهم وما يزيدوش، يحافظوا على اللياقه البدنيه بتاعتهم في اكلات معينه؟ الرياضيين يعني ويحافظوا على نفسهم برضو في التمرين. تقصدي الاكل الرياضي؟ هو اولا الرياضي يحافظ على يعني نفسه وصحته، اولا انه بيلعب رياضه، وهو بيلعب رياضه دي اول حاجه هو كويس فيها. والاكل غير الرياضي برضو مشكله الرياضيين ساعات هو بيضر نفسه بانه مثلا عايز يصفي دهون لشيء معين بيعمله، يعمل دروب في التغذيه، يمنع كربوهيدرات مثلا خالص. واحنا ما يعني مصدر انتاج الطاقه الاساسي في اجسامنا هي الكربوهيدرات. فحته ان الرياضي يمنع الكربوهيدرات خالص مره واحده دي بتاع ساعات بتاذيه وبتبهدله. وياما شفنا رياضيين من انظمه التغذيه اللي ماشيين عليها غلط بيبتدي يحصل له مشاكل جامده جدا في المناعه، وبيقع في الملاعب او بيقع وهو بيتمرن. ايوه بالظبط كده. فاحنا بنتكلم بشكل عام، يعني لو الرياضي عايز يظبط الاكل بتاعه فيجي قبل التمرين مثلا، لو قلنا قبل التمرين هو هياكل حاجه فيها كربوهيدرات معقده. يعني ايه كربوهيدرات معقده؟ يعني حاجات اما ياكلها تبقى معقده بحيث انها تاخد وقت وتنظم نسبة السكر عنده في الدم وتديله باور قبل التمرين. طيب زي ايه؟ زي الحبوب، البقوليات، فاصوليا، لوبيا، الكلام ده كله، بطاطس، البطاطا، الحاجات دي كربوهيدرات معقدة. ده قبل التمرين. دي كربوهيدرات معقدة بتاخد وقت، ما بتعملش دروب او ما بتديش سكر سريع قوي قوي في الدم.
ده بالنسبه للرياضي اللي هياخده قبل التمرين بشكل عام. طب بما ان الرياضه هترجع الفتره الجايه، ازاي الرياضيين يحافظوا على نفسهم ويقووا مناعتهم؟ اولا هو حته انه بيلعب رياضي لوحدها المفروض بتقوي المناعه. تاني حاجه حافظ على نظام الدايت بتاعه انه يكون متوازن، كميه الفيتامينات والمينرالز او المعادن يحافظ على يعني التوازن بتاعها ونسبها، لان هو طبعا كل رياضه تختلف عن الثانيه، يعني السباح غير بتاع كره القدم غير اللي بيلعب في الجيم، كل واحد بيفقد عرق وبيفقد مينرالز وبيفقد، بس كل واحد بيفقد اكتر حاجه معينه اكتر من الثاني على حسب نوع المجهود اللي بيعمله. تاني حاجه انه يمشي على نظام مظبوط قبل واثناء وبعد التمرين على قد ما يقدر، والنظام ده يكون متكامل على الهدف اللي بيعمله. يعني ايه الهدف اللي بيعمله برضو عشان الرياضيين اللي سامعيني فاهمين؟ بتاع التنس اكله المخصص ليه غير بتاع السباحه اكله مخصص ليه، ده كميه السعرات او مجمل السعرات اليوميه ليه. يعني السباحين من اكتر الناس احنا في تليفون هندخله دلوقتي لكابتن رياضي وهنتكلم معاه. الشباب هيحولونا بيه. تمام شباب جهزوا المكالمه، اتفضل حضرتك. تاني حاجة في وسط التمرين لو هو بيتمرن دلوقتي مثلا زي بتوع الماراثون والكلام ده كله، ياخد حاجة سريعة الامتصاص زي الجلوكوز أو الفركتوز، ده سكر سريع الامتصاص في المعدة. بعد التمرين هياخد وجبة فيها بروتين ونسبة نشويات، نسبة البروتين الأكبر ونسبة النشويات ونسبة دهون قليلة جدا. طيب يجي قبل النوم هياخد وجبة فيها بروتين وياخد فيها شوية دهون معاها، دهون هنا ما اتكلم عشان الناس ما تقولش بقى حتة دهون يعني، لا ممكن حاجة دهون نافعة أو دهون الجود فات، يعني اللي هي الدهون الكويسة للجسم، اللي هي مثلا زي الأفوكادو زي زيت الزيتون. يعني مثلا لما بقول بروتين بالليل مع دهون نافعة، ممكن نعمل بيضتين ومعاهم زيت زيتون، ما هي بروتين أهو ودهون. طب ليه بقى هنا البروتين مع الدهون في الحتة دي؟ دي من عشان هنا نسبة الدهون تقلل امتصاص البروتين ويبقى ماشي معدل السكر أثناء النوم بشكل منتظم، فيعني ده بيظبط معدل السكر للرياضي بشكل إيه منتظم في الفترة دي لحد ما يصحى الصبح وما يبقاش جعان، ما يبقاش فيه الكريفنج بتاعت السكر الصبح إنه يبقى جعان. دي من الحاجات المهمة قوي، بس اللي إحنا قلناه ده بشكل عام، لأن طبعًا كل رياضة تختلف عن التانية في إن أنا إيه اديها حاجه. يعني بتاع التنس بكتب له جرعات، بتاع ده بدي له جرعات ماشي. وهكذا. طب كره القدم من ناحيه ليها برضو نظام غذائي معين؟ ليها نظام غذائي طبعا، بتختلف هل هم قبل السيزون ولا في نص السيزون. يعني في هو دلوقتي داخل على بطوله بيبقى مثلا قبل الكومبيتيشن دي ليه نظام معين اكل، لا في فتره الاعداد ليه نظام تاني خالص في الاكل. هما طبعا بيبذلوا مجهود والاعداد بتاعهم بيبذل مجهود وبيحتاجوا سعرات كتير، وبيحتاجوا طبعا احنا هنا بنزود لهم الكربوهيدرات اكتر شويه عشان هما بيعملوا شغل تراكات وشغل حاجه اسمها بالومتريك بيحتاجوه كتير، اللي هي المدرجات بيشتغلوا الشغل ده كتير وبيبقى محتاجين كربوهيدرات هنا بنزودها لهم. طبعا هنا الرياضي برده لازم يحافظ على نومه، لان النوم هنا من الحاجات المهمه قوي للرياضي قوي قوي عشان حالات الكتابوليزم والميتابوليزم اللي هو حالات البناء الانسجه وهدم. معنا كابتن احمد صلاح مدرب حراس مرمى نادي الزمالك. اهلا وسهلا، غني عن التعريف طبعا. السلام عليكم استاذ شيرين، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك كابتن احمد صلاح، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله طيبه. بمتع حضرتك طبعا مع الدكتور طبعا. معنا دكتور عمرو مسعد اخصائي تغذيه وسمنة ونحافه. مستمتع جدا بالحلقه طبعا مع الدكتور، وشايف ان كلام مفيد جدا للرياضيين فعلا. ربنا يخليك يا كابتن احمد، نتشرف بيك يا كابتن احمد. شرف ليا يا دكتور. احنا بنتكلم عن نظام التغذيه للرياضيين يا كابتن. تمام يا دكتور. اول حاجه عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني برضو الخصائص اللي احنا بنتبعها في نادي الزمالك، ان احنا اول حاجه بالنسبه للتغذيه ان احنا بنجيب ولد بنقول له لازم تعمل صوره دم كامله. جميل جميل، كلام جميل. من صوره الدم الكامله دي بنقدر بقى هنا نقدر بقى يعني نحدد بقى التغذيه بتاعته عامله ازاي. جميل. يعني انا مثلا ماشي مثلا مع حراس مرمى عندي واللعيبه ماشي ان انا دلوقتي عامل 3 وجبات في اليوم. كلام جميل. وشايف ان 3 وجبات ان في ان الوجبه الاولانيه اللي هي الفطار، بعد كده في وجبه اللي هي بعديها 3 ساعات اللي هي وجبه خفيفه، بعد كده وجبه الغداء، بعد كده بعديها 3 ساعات وجبه خفيفه، بعد كده وجبه العشاء. يعني 3 وجبات ووجبتين سناك. الوجبتين اللي هم اللي يعتبر اللي هم في النص دول بيبقوا طبعا ايه؟ بيبقوا حاجه خفيفه، مثلا اللي هو مثلا موز باللبن مثلا اللي هي الوجبه الخفيفه. مثلا عصير جزر، عصير فراوله. ممتاز. كان حضرتك
تمام. فشايف ان الطرق اللي هي اللي احنا ماشيين عليها دي، هل الطرق دي برضه يا دكتور هي دي نكمل فيها، ولا في طرق جديده برضه ان احنا ممكن نمشي عليها؟ دول اللعيبه اللي قبل المنافسات ولا في فتره الاعداد في الاول؟ لا احنا طبعا قبل المنافسات، انا زي ما اقول لحضرتك ان هو وزاره الدم الكامله دي بتبقى جاي اول ما يجي لي خالص، اللي هو مثلا من سن مثلا ايه يعني مثلا 5 و6 و7 بنقول لهم مثلا اعملوا لنا صوره دم كامله، 8 و9 و10 نفس الكلام، 11 و12 و13 يعني بنجزئهم مع بعض الفئه العمريه ونقول لهم روحوا اعملوا صوره الدم كامله وعليها بنشتغل. ده حضرتك كابتن ده من اول ما بيجي لك بقى؟ اه ده اول من اول يوم بيجي لي في اللي هي قبل يعني ايه قبل إيه اول يوم فتره الاعداد. تمام. بطلب منه من ولي الامر ان هو صوره الدم كامله عشان اقدر امشي عليها على التغذيه بتاعته. تمام. طبعا غير الاوزان برضه. تمام. هو انا عايز اعرف من حضرتك برضه، هل في طرق برضه جديده برضه نقدر نتبعها الفتره الجايه؟ بالظبط. ولا برضه نمشي على القديم؟ عشان برضه في اختلافات برضه بتحصل يعني برضه في اختلافات. اكيد اكيد طبعا طبعا. انا لسه بقولها دي يا كابتن احمد. ممكن 7 سنين تحس ان هو شكله كبير، يعني شكله مثلا جسمه كبير، فهل ده بقى بالظبط نمشيه مثلا مع السن الاكبر ولا نديله نفس الجرعه مع السن الاصغر؟ تمام. بعد كده احنا في الفتره ديت يا كابتن برضو موضوع الكورونا والتمرين، ان احنا بيقولوا هننزل الرياضه هترجع ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني ده، فبرضو لازم يكون في حاجات اكلات تكون فيها فيتامينات للعيب انها برضو تحميه حاجات. طيب. كتير. طيب الشريف انا شايف برضو مع يعني شوف حضرتك برضو الدكتور، انا شايف ان هو برضو الفئات العمريه هل بتختلف برضو ان التغذيه بتاعتها عن الفئات يعني الفئات الصغيره ليها تغذيه معينه والفئات اللي هي المتوسطه ليها تغذيه معينه لغايه ما نوصل لمرحله الناشئين اللي هي بتبتدي من اول 16 سنه فيما فوق؟ بالظبط. يعني بتبتدي عندنا مثلا دلوقتي من 5 سنين، سن 5 سنين بالظبط، 5 و6 و7 لغايه 16 سنه، فطبعا يعني هل بتختلف التغذيه في المراحل العمريه ولا ما بتختلفش؟ هقول لحضرتك كابتن، اولا طبعا كل مرحله بتختلف فيها عن الثانيه في التغذيه، يعني طبعا سن البلوغ قبل غير سن بعد البلوغ طبعا، دي حاجة. تاني حاجة صورة الدم كويسة جدا، طبعا احنا بنشوف صورة الدم بنشوف تحاليل تانية زي اليورين والستول البول والبراز، طبعا بنعرف لان هنا البول والبراز بيفرقوا معانا لو في املاح لو في حاجة. تاني حاجة بنشوف نسب الانيميا بعد دي كده اهم حاجة، دي اهم حاجة فعلا برضه يا دكتور عايز اقول لحضرتك ان دي زايدة قوي في سن البراعم. بالظبط. سن البراعم موضوع الانيميا زيادة كتير. انا بيجي لي رياضيين في سن المراهقة دول كلهم انيميا تقريبا. حته الانيميا ببني عليها نظام دايت مهم او نظام غذائي مهم قوي قوي. تاني حاجه بنقيس نسبه الاكسجين لكل لاعب، وده انا عامله في الكتاب عندي. نسبه الاكسجين دي بتحدد لي ازاي برضو، لان لو عنده خلل، وهنا مش بنتكلم على الاكسجين المرضي، هنتكلم على نسبه الاكسجين بشكل عام، سواء الشخص عنده حساسيه صدر عنده انيميا، الانيميا بتاثر على نسبه الاكسجين فبتاثر على البرفورمانس والاداء الرياضي. الانيميا بتاثر لو حسيت صدر عنده خفيفه نسبه الاكسجين، وانا عاملها في الكتاب فيها ليها معيار. تمام. ليها 3 درجات، فكل درجه ليها معيار وليها تغذيه. دي حاجه بنعملها. تاني حاجه بنقيس له البادي كومبوزيشن، هنشوف نسبه الدهون والعضلات والكلام ده كله. واهم حاجه اهم حاجه احنا بنشوف لهم الغده الدرقيه عشان نشوف نسب الحرق بتاعتهم عامله ايه، لان دي بتفرق معانا جدا. بتختلف من اللاعب لاخر برضه، بتختلف ودي بتخليه اعرف حته الاداء الرياضي والبرفورمانس بتاعه، وحته ولد عنده باور وولد ما عندوش. ما هي دي برضه نقطه اللي برضه اقول لحضرتك عليها، الفروق الفرديه. الفروق الفرديه دلوقتي دي حضرتك بنعاني منها، احنا ممكن نلاقي ولد عنده 10 سنين تحس ان حضرتك ان عنده 15، وولد تاني فعلا قد سنه، وولد تاني لا شكله اصغر كمان من سنه. بالظبط. بالظبط. هي دي بقى بتفرق، وبتفرق في البلوغ معاهم، يعني تلاقي واحد ولد حصل له بلوغ دلوقتي والتاني بعد 3 سنين. فعلا فعلا. بالزبط. حتى برضه بيجي مثلا في المباريات يقول لك الولد ده سنه كبير مزور او مسنن او كده، فاهمني يقول له لا ده هو ده سنه الحقيقي، فيقول لك لا لا الورق بتاعه ماشي سليم، لكن هو لا. فهل ده حضرتك برضه ده برضه موجود ان هو ممكن الولد يبقى طويل وعريض يعني تكوينه الجسماني غير الاطفال اللي هو اللي هم في سن. بالظبط كده. فده بقى بيفرق ان ده لا ده ازاي ده سنه كبير عن الاولاد. بالظبط. دي بقى فهي دي عشان كده بنعمل الغده الدرقيه، وبنشوف حته الاكسجين عنده بنقيسها. وطبعا انت بتقيس بقى الاداء الرياضي بتاعك انت بالاختبارات والمقاييس بتاعتك، والاختبارات دي هي اللي بتعرفنا في باور عنده قليل مفيش في بعض التمارين وبعض التستات بتبان. حته بعد كده بقى بيتحط له نظام الدايت على اللي احنا قلناه، سواء تحليل الغده الدرقيه، الانيميا، نسبه الاكسجين، الكلام ده بيفرق معانا جدا. وبرده في تحليل تاني بنعمله لو في، طبعا احنا بنسال على التاريخ الوراثي للعيله، لو في سكر
بنعمل له بتقولها مع سكر. برضه، ودي من الحاجات المهمة جدا يا دكتور فعلا. فلو في في عيلته الوالد الوالدة الخال العم اي حد في العيلة عنده سكر، فعلا نقطة مهمة جدا برضه، ما كناش من برضه اهم يعني النقط دي، حصلنا قبل كده. دي من اهم النقط. تاني حاجة بنظبط بقى الولد وبنبعده عن قصة الجانك فود واكل المطاعم والاكل ده خالص. الحاجة التانية بقى المهمة في ده كله، ان لو عندك شخص رياضي وعامل له نظام دايت حلو قوي وعنده مشكلة في المعدة سواء طفيليات او اي حاجة، كل ده ملوش هو لازمة. القرح اللي في المعده برضه، دي برضه هي مشكله برضه حضرتك، اللي موجوده عند الاولاد كلها يعني، برضه بلاقي اولاد كتير قوي كابتن انا بطني وجعاني. بطن انت وجعاني قلت دي لي بقى انت فيها قصص كتير، اولها الجرثومة، الجرثومة الحلزونية دي بقت منتشرة بشكل فظيع. منتشره كتير جدا فعلا يا دكتور. دي بتخلي هنا بقى الامتصاص ضعيف. تاني حاجة الطفيليات أو الديدان برضو بتيجي من أكل بره، والاتنين دول يعني زي ما بيقولوا مربط الفرس في قصة الرياضيين، بالذات الشباب من 7 سنين 8 سنين الناشئين دول عندهم مشاكل المعدة دي، وحاجة اسمها المال أبزوربشن سيندروم أو متلازمة عدم امتصاص الغذاء، بيبقى فيه التهاب في جدار المعدة كده، بياكلوا مثلا سلطة وفاكهة لكن جسمه مش بيمتص الفيتامين ده، فتلاقي عنده وشه فيه بقع، تلاقي فيه فعلا حاجات كده فعلا ظاهرة نتيجة نقص فيتامين بي 12 مثلا مع إنه بياكل سلطة، نتيجة تمام متلازمة سوء الامتصاص في المعدة دي. تمام. ميرسي لاتصالك كابتن احمد. شكرا لحضرتك يا دكتور، العفو وشكرا لاستاذ شيرين العفو، اتشرفت بيك يا العفو كابتن. شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو. هنرجع بقى نسالك يا دكتور، وقتنا برضو قرب يخلص، ففي حاجه برضو لازم نتكلم فيها، ظاهره موجوده الاطفال من سن 3 سنين ل 12 سنه تمام. الاكل بتاعهم بيكون قليل جدا، والام بتعاني من الموضوع ده، فبتبقى خايفه على الطفل عندها. قصة الأطفال دي أنا يعني زي ما بشتغل مع رياضيين، أنا بيجي لي مجموعة كده من كلها كشوفات أطفال، ابتداء بقى من السنتين تلاتة لحد فوق لحد 10 12 سنة. أول حاجة هي بتبتدي من بعد ما الأم قبل ما بتفطم، أولا بلاش أكل قبل 6 شهور، لأن لو كان قبل 6 شهور هيحصل الحاجة اللي احنا قلنا عليها من شوية، الفود انتدرنس أو التحسس الغذائي. يعني احنا دلوقتي ياما بنشوف ناس تحصل فينا احنا الجيل القديم اللي كان يقول لك ايه ده، انا بلحسه حته فراوله، ده انا بالظبط ده من بديله شهرين حته بيعملوا كده. من شهرين بديله بطيخ، كلب بطيخ لوحده، الكلام ده لا. الجسم هنا بيبتدي يعمل مناعه او اجسام مضاده ضد الاكل ده، لان هو لسه جهاز المناعه ما اتكونش والمعده ما بتخدمش كويس، ولبن الام في الفتره دي كفيل جدا وكويس جدا لحد 4 أو 6 شهور، كويس جدا وبيكفي الطفل. المهم الام برضو تتغذى كويس وما بقاش عندها انيميا والكلام ده كله. فهو اهم حاجه ما كلش او ما اكلش الطفل قبل من 5 6 شهور، دي اول حاجه عشان بعد كده يبقى غذائيا كويس ويعرف ياكل. تاني حاجه بلاش اول ما ابتدي اكله مثلا في ال6 شهور واجي اكله اديله سكر وملح. فطبعا امهات بتسمعني كده تقول لي ده انا بحط له على الزبادي سكر. بالظبط كده. هو اصلا لو انت جربت وحد واخد باله معايا دلوقتي وعنده طفل لسه بياكله، اول ما تديله سكر بيتفه، هو مش عايزه مش حبه، هو السكر انت اللي بقيت مستصيغه لكن هو مش مستصيغه، هو اصلا لبن الام مع شويه اللي بياكله هو مكفيه سكر. فما تد اول ما تبتدي مع الطفل في ال6 شهور او ال5 شهور لما تيجي تديله اكل ما تديلوش سكر او ملح في الاكل، ده غلط. واحد تقول لي طب ما هو جسمه محتاج، لا جسمه وعصير بياخد برتقال له كمان بيدخل سكر من الاكل، ما هو البرتقال ده فيه فركتوز فيه سكر فواكه وهكذا. فتاني يعني او تاني حاجه ان انا ما ادخلوش سكر ولا ملح في الاكل. طيب النقطه اللي بعد كده ايه هي؟ ما دخلش اكتر من صنف في الاكل للطفل. احنا كل ده بنتكلم على الطفل اللي لسه انا بديله اكل في الاول في ال6 شهور اللي هو في بدايه ما بديله اكل، ما اديلوش صنفين في وقت واحد، جسمه هيتعب، ما هو هو لسه معدته مش فاهمه ده ايه وده ايه. فعشان افهمها وعشان لما يحصل له مشاكل من الاكل ابقى فاهم انهي اكل اللي عمل له مشاكل، دي مهمه قوي. طيب ايه تاني؟ بدخل الاكل بالتدريج واحده واحده، ما اكلوش 3 4 اصناف، ما ينفعش. طيب الحاجه الثانيه ايه اللي بتخلي الطفل من ضمن الحاجات اللي بتخليه بياكل او ما ياكلش؟ انه يتعرض للشمس. لو ما تعرضش للشمس مناعته بتقل ومفيش فيتامين دي بيقل. هنا بقى فيتامين دي بيعمل مشكله وبيعمل قلق وبيعمل قلق للطفل في الهضم. طيب ايه تاني للطفل اللي احنا قلناه من شويه؟ السهر يخليه جوع ما ياكلش. يعني الاقي الام جايه تشتكي ليا ابني ما بياكلش ومالوش نفسه، بديله الاكل مش عايز، يقول لي انا شبعان. فعلا انت كده جرب اي حد فينا، اسهر بالليل وتعالى الصبح حاطط لك خروف، مالكش نفس، نفسك مسدوده ومتعصب ومش طايق نفسك. فالسهر للطفل يعني انت كأم ما تجيليش وتشتكي انه ما بياكلش وانت عايزاني اكتب لك العلاج السحري وبرضه يروح يسهر، كاننا ما عملناش حاجه، بالعكس
طب لو بيسهر، لو ما بيسهرش يا دكتور وبرضه بيمتنع عن الاكل؟ هنا بقى هنشوف بقى كذا حاجه اللي هنقولها دلوقتي. بيمتنع عن الاكل دي هنا زي ما قلنا من شويه في جرثومه حلزونيه، دي منتشره بين الاطفال، مهمه جدا، لازم نشوف تحليلها مع الدكتور ولازم علاجها يتمشي عليه مظبوط قوي قوي. دي حاجه هي انا بعتبرها من الحاجات الخطيره للاطفال لانها بتاثر، الجرثومه دي اللي بتعمل قرح المعده. فدي حاجات منتشره ومش بسيطه ومش سهله، ولازم علاجها يكون بتركيز، والام تكون مع الطفل انه يكمل علاجها ما يسيبوش في النص، لان ده بيعمل مشاكل لانها مجموعه ادويه ومضادات حيويه كده. تاني حاجه الطفيليات، الديدان والطفيليات عند الطفل، ما بلاش بقى اكله من الشارع واكله شيبسي والحاجات دي، يبتدي عنده ديدان وطفيليات واكل مش عارف ايه من بره والبرجر من بره والكلام ده كله، بهدل الاطفال. فبرضه ما تجيش الام تطالبني بده وهي بتاكله كل يوم او يوم بعد يوم من بره، ما ينفعش. وقتنا خلص يا دكتور، بس هتوعدنا ان شاء الله. انا مبسوط معاكم النهارده والله، ويعني بجد مع اعلاميه شاطره جدا زيك كده، وميرسي خالص لذوق حضرتك، ويا رب نكون افدنا الاعزاء المشاهدين، يا رب نكون افدناكم. وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج عيشها بسعاده مع ضيف جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.